أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردقة مصارعة. حلقتنا اليوم عن Double or Nothing. نعم وصلنا خير، العرض نزل في ستارز بلاي. ناس ما سمعتوا، في ناس ما كانوا مستانسين على العرض، هذا المستوى كان تعبان، فشفته كامل مع الباين. بنتعمق فيه مع بعض. في البري شو تشوف ريني بيكيت، بول وايت، ستوكلي هاثوي، وواحد اسمه كازيم صراحة ما أعرفه، يقولون يسولف مصارعة وكذا. المهم قبل ما يبدأ أول مباراة شفنا لقاء لدون كالس وجيم روس. دون قال أنا عملت أصعب شيء يسويه الأبو، لأن كيني سرطان، والسرطان شو تسوي فيه؟ جيم روس تتخلى عنه. تدرون جيم روس أول شيء بعيد عنكم، عنده سرطان جلد ويتعافى الفترة هذه، وتعرفون هو يحب المواهب اللي يكونون برا على الاتحاد، نفس أوزي أوبن انضموا مع أي دبليو في الفترة هذه، عندك تاكشتا، ويقولون بيكمل مع يونايتد إمباير يعني ويل أوسبري. كل هذيل نجوم من خارج الاتحاد، حتى نجوم الدبليو دبليو إي لأنه كان موجود في نايت أوف تشامبيونز. Friday night on SmackDown. Big celebration on the way. Table gang, كلهم هذول تربك مصارعة كل شيء. It's not like شيب. كنا صور. زين والله فاقدينك صراحة. مكانك خالي شوف. اي والله اي والله شوف. تعال مكانك الغدوة. فديت البوسة شكرا، بس بوسني على الخد عاد مو مكان ثاني. شكرا للشباب اللي حضروا العرض والدعم المستمر. نعم ما قصرتوا. نبدأ مع عيال غان وإيثن بيج ضد الهارديز يعني الهاردي بويز، نعم مش المطعم، ومستقبل الاتحاد هوك. مباراة لا بأس، وهوك متطور بشكل كبير، عاد جيف هاردي موجود واتمنى عدل راسه لأنه حاب أشوفه مع مات ضد FTR على أقل مباراة في داينامايت. ما ننسى عيال غان كانوا حاملية ألقاب التاك تيمز، وهني تحسهم فريق عادي مع الأسف. وليش ما دخلوا بغنية ميني مان؟ أنا مفاهم. هاجموا آيزيا المسكين ومسكوا زمام الأمور، حتى هاجموا ركبة جيف والحبيب الدربح من فوق. نفس ما قلت في فيديو الأخير، أعتقد هذا سيلينج وأتمنى ما يكون سكران. وهوك خلص المباراة بالريد رم، يعني الآن مات هاردي يتحكم بعقد إيثن بيج. والمباراة كانت لا بأس، لو ما طولوا كثير كان استمتعنا فيه أكثر. مارثا هارت موجودة تقول بيبدون بطولة أوين هارت في فوربيدن دور، وتوني خان كاشخ لابس كاب غريب شوي. والسؤال هني، آدم كول وبريت بيكر هل بيدافعون عن ألقابهم ولا بيكونون أبطال جدد؟ فأتمنى يضيفون شيء. الفايز في البطولة هذه ياخذ فرصة على لقب العالمي، نفس الشيء مع السيدات عشان ما يكون على الفاضي. وغير هذا توني خان قال يتمنى جوشن ثاندر لايجر يشارك في البطولة، هذا الحبيب اعتزل وما ندري إذا بيرجع. نبدأ العرض الرئيسي مع البلاك جاك باتل رويال. كيث لي حبي شورتك انت سويتها في عمرك ولا كيف؟ لونه خايس مع كل احترامي. اللوتشا بروز دخلوا مع عيالهم كانوا متنكرين نفس ابوهم، والبطل اورنج كاسيدي. تبدأ المباراة وتشوف زحمة قدامك، ما ننسى جاي وايت، ريكي ستاركس وجوس روبنسون موجودين، بس قبله كوماندر الحبيب ينقز من فوق الجبال على الشباب برا الحلبة. حبي هذا باتل رويال، انت لازم تتم في الحلبة عشان تفوز، بس نمشيها مو مشكلة. وسبوت كان جميل. بعدين تشوف المكسيكان موجودين من اللوتشا بروز، بانديدو وشوتة فينيكس يوصل راس آري ديفاري عند الجمهور. جاي وايت اشتغل شوي يطلع كوماندر، وكيث لي يطالع براين كيج. هاد مباراة فردية بينكم بتكون جميلة يا شباب. وجوس يطلع عيد ريكي ستاركس وراء جاي وايت. تمنيت جاي وايت يفوز، بس شو نقول، العداوة هذه مستمرة. بعدين بيج بيل قال له باي باي. سويرف خان صاحب انزو، واخر 10 دقائق من المباراة هذه كانت ممتعة، خصوصا مع البرتقالة يوم فاز المباراة بشوتة للحبل ويحتفظ باللقب. بصراحة المباراة ممتعة، يمكن بدايته ما كانت حلوة مع الزحمة وكذا، بس بعدين حلوت أكثر. غير هذا تفاعل جميل من الجمهور، والبرتقالة في المؤتمر الصحفي قال يتمنى ينافس زاك سيبر جونيور. هم نزال حلو لو شفناه في فوربيدن دور. والآن مباراة الانسانكشند بين كريس جيريكو وآدم كول مع الانفورسر سابو. طبعاً The Homicidal Genocidal Suicidal الحبيب يفرفر كراسي وبعدين يتعارك نفس أيام ECW. ما وقف هني لأنه نقز على الطاولة من فوق الحبل. صراحة الشايب ما أدري إيش أقول لك، كفيت ووفيت لأن الجمهور نام بعدها.
تحسهم في أيام الوباء يعني إيش أقول، وحاولوا المساكين بس ما في فايدة. نوصل للبوتش، تشوف وولز أوف جيريكو وآدم كول مسك الطفاية يحاول يشغل الحبيب بس مو راضي. ليش؟ لأنه نسى يشيل الغطا يا شباب. تشوف أوبري تقول له يا حمار الغطا بعده موجود ما بيشتغل، شيله. شال الحبيب وأخيرا اشتغل. نعم، وجيريكو عصب واستعمله بنفسه. تشوف بريت بيكر تهاجم بالكندوستيك والسيرية تنضرب، وما خلصت المباراة يعني الحين أوكي الجمهور متفاعل شوي. روح للفنش، لا يجيبون كلبشات، واحد يضرب الثاني بالسلسلة، وآخر شيء آدم كول سوى البوم كذا مرة وقاعد يضرب جيريكو وضربة ورا الثانية، وأوبري توقف المباراة. تسمع البوز من الجمهور، وأنا ما ألومهم، يعني مباراة unsanctioned يعني لازم تنتهي يا بتثبيت أو استسلام. ليش توقفونه بالطريقة هذه؟ وأنا عارف السبب أصلاً، عشان يحمون كريس جيريكو عاد من حالاته. عندك نجم عائد ولازم تعطيه البوش انه يلا يكمل وينافس لقب العالم. ما يقولون هذه الخطة القادمة آدم كول ضد ام جي اف، عاد بعد ما شفنا المستوى هني يعني ما اشوفه ينجح. اذا رودريك سترونغ قدم مستوى خرافي مع جيريكو وآدم كول ما قدر عليه، فليش تخليه ينافس على لقب العالمي؟ ليش؟ لا، في موضوع ثاني بعد. بعد المباراة كريس جيريكو وسيريا قالوا لا نحن لازم ننافسهم في مباراة تاك تيمز آدم كول وبريت بيكر، يعني العداوة هذه ما انتهت يا شباب. جيريكو ليش؟ ليش في كل عداوة تطول فيها 7 أشهر يا حبيبي؟ خلاص شفت التفاعل، ما حد مهتم، خلنا نشوف فصل جديد، صفحة جديدة. مباراة القاب التاك تيمز FTR ضد جي ليثل وجيف جارت، معاهم 7¾ قدم إنش عملاق هندي ستنام، والحكم مارك بريسكو. المباراة كانت لا بأس مع التدخلات، لأن مارك بريسكو أكل جيتار، وأوبري نفس الشيء من مرت كيرت أنجل، قصدي مرت جيف جارت، والزوج ضرب باللقب بس ما في حكم. يعني مارك بريسكو قام بس كان متأخر، وداكس عمل كيك أوت. أوف، وقف قلبي يا شباب، قلت لا يكون الشايب هذا بعد يفوز. مو ناقصين لأن حصل كف، وتشوف الفينيشر شاتر ماشين من FTR للفوز. أهم شيء انتهينا من العداوة الخايسة وننتقل لفرق مختلفة. أرجوك يا شباب خلاص ملينا عاد. جيف جارت والله خايف الحين خلص من ألقاب التاك تيمز يروح للقب العالمي، يحب توني خان وايد عاد، ما فهمنا ليش. ريكي ستاركس ورا الكواليس يعمل لقاء، بس جاي وايت وجوس روبنسون هاجموه وFTR ينقذوه. يعني في احتمال نشوف جوس وجاي وايت ينافسون على ألقاب التاك تيمز؟ ايه هذه حلوة، صدقوني بيقدموا مستوى خرافي يا شباب. نعم، الأسطورة كريستيان كيج ضد ووردلو على لقب TNT. عاد أنا متحمس للمباراة هذه وأشوف شغلهم في الحلبة. عاد تدرون مباراة سلالم يعني تخصص كريستيان، وبدوها بشكل جميل في الحلبة وبرع الحلبة بعد مع الطاولات، وكريستيان ذكي ما خلى ووردلو ينقز عليه. الحبيب بغى يكمل بس راحوا عياله، ايه مسكين ما عندهم ثلج شيء يساعدونه. مع ذلك حسيت الولد في يومه، عارف وين يوقف وواثق من نفسه في كل سبوت. تشوف الريفيرس دي دي تي من فوق كان بياخذ اللقب بس ووردلو نقز وانكسر السلم. تشوف لوتشا سوريس هاجم الحبيب بس اون اندرسون باين حاط شيء في حلجه، شي ترس حلجه بشيء شو ما ندري، مسك الديناصور وكان يعض صبعه، وتشوف الدم ينزل تشيلونه غامج يعني باين فيك. من أعلمك الأمور هذه؟ جاي دي مكدلاغ؟ تشوف سوانتون على الطاولات من فوق الجبال ولوتشاسوريس راح فيها. ليش مركز على الحبيب؟ أنا ما أدري. كريستيان شاف الفرصة هذه قال خلاص بروح فوق وباخذ اللقب وأنا مستانس بيفوز. لا، صعد فوق وآن أندرسون دزه، وتشوف الباور بومب على الطاير والولد فاز المباراة. شوفوا مع الخزعبلات حبيت المباراة هذه، يمكن مش ممتازة بس قدموا لنا شغل لا بأس. حسافة كريستيان يعني ما نشوفه ياخذ لقب فردي ويكون في القمة، بس لو بيهتمون بووردلو أتمنى يكمل بنفس الطريقة هذه، يدمر أسامي كبيرة وتبنيه كبيبي فيس مدمر. جيمي هيتر ضد توني ستورم على لقب السيدات، جيمي هاجموها وقت الدخلة تعرفون لأنها مصابة وكذا. نشوف بريت بيكر مرة ثانية تبغي تساعدها، روبي سوهو ترشها بالرشاش، ونشوف هيكارو شيدا، بعدين ستورم زيرو توني ستورم تفوز بلقب السيدات. بصراحة المباراة تعبانة جدا، وأنا مالوم البنات لأن جيمي هيتر ناس ما قلنا مصابة، فما كان له داعي نشوف المباراة هذه في البيبر فيو. لا خليها في داينامايت، أعمل نفس البوكينج وما حد بيزعل يا توني خان. المهم الفترة القادمة بيكون توني تايم، وشكلها بتلعب ضد بريت بيكر. من وجهة نظري البيت الأسود عندهم أوبن تشالنج على ألقاب الثلاثي، ومن قبل التحدي يا شباب
فخذ الأب بيلي غان مع الكليمت. وماكس قال شيء عن بودي ماثيوز ودومينيك صراحة ما يستحي. المهم المباراة كانت لا بأس، والكليمت ما أدري ليش سحبوا عليهم. ناس ما قلت قبل يعني أكيد زعلوا حد وراء الكواليس من الإدارة شيء، قالوا كلمة تعبانة يعني خسروهم ألقاب التاك تيمز سريع سريع، وقمنا نشوفهم في عداوات جانبية. هذا في طرف، بس طرف الثاني البيت الأسود يا شباب عاجبين الفترة هذه مع مباريات في العروض ومهتمين فيهم أكثر، هذا اللي نبغيه يا شباب. بس هالمرة عداوات طويلة، بروموهات ظلامية، بيهاجموا الناس، وإذا كانوا ضد مثلث الموت بيكون جميل جدا. وفوربيدن دور في فريق جاهز اسمه لوسينكو برنابليس دي هابون، لو شفناهم ضد بعض يا شباب بتكون جميلة. بيلي غان شغل الماكينة وأكل بلاك ماوس، بلاك ماوس وأكل بلاك وأكل بلاك ماس، خسر في المباراة. نعم البيت الأسود يستمر كحاملي ألقاب الثلاثي. تايا فالكري ضد جيد كارجيل على لقب تي بي اس. تدرون المصارعين والمصارعات يتمنون يقدمون مباريات خمس نجوم، وجيد تبغي ترقص والله الزمن. المهم الوضع يا شباب ما يساعد، ما أدري إذا بتشوفون صور ولا بس راسهم، إيه الوضع تعبان. قدموا مباراة جميلة جدا عن يومهم، والجمهور عنده جفاف ما أدري إيش فيهم، متحمسين لكل سبوت. وتاي عملت كيرب ستومب فجرت راس جيد، أوف بعدين الفينيشر، بس جيد قامت. والنهاية كان بحركة جيدد تحتفظ باللقب، الكل مستانس، الجمهور فرحان، ومارك ستيرلينج يقول جيد فازت 60 مرة وما بقى حد ينافسها. ومرة واحدة تشوف كريس ستاتلاندر قدم مباراة وفازت باللقب. أبدا ما عجبني الموضوع، بدال ما تبني مباراة كبيرة في أول إن والجمهور البريطاني يكون مجنون تفاعل لحظة لا تنسى في الاتحاد، تخلصها سريع سريع في العرض هني ليش؟ ليش؟ وسبب الوحيد مرة ثانية ناس ما قلنا لكريس جيريكو عشان يحمون جيد كارجيل، يقولون شو والله جيد قدمت مباراة كبيرة تعبانة وما قدرت تدافع عن اللقب عدل. أوكي مبروك لكريس، بس مو بالطريقة هذه، عندهم مشكلة في الكتابة أكون صريح معاكم. مباراة لقب العالمي يا شباب، قبلها شفنا سامي جوفارا يعلن بأنه حامل، مش هو زوجته عرفت شو تايم ميلو حامل بالبركة. أتمنى ما يكون مينون مثلك يا سامي. واللي يسأل هل هو ولد ولا بنت، أنا اشتراني قاعد معاهم طبيبهم شعرفني يا شباب. فيديو باكج لداربي آلن، هاجم واحد لابس قناع MJF وفي واحد متنكر كأنه إلفس قال تعال ساعدني من الذبحة، وصل العرض بعد متنكر بنفس الطريقة. أما جنجل بوي دخلته كانت عادية والله مسكي. وMJF يالس على العرش ونزل جتامة بنات، محظوظ الولد. استغربت كيف هذه ما تكون المين إيفنت، وعرفنا ليش بعدين. حتى الآن العرض لا بأس، بس ما تحس بيبر فيو اللي تعودنا عليه دايما من الاتحاد. معظم الوقت تشوف مستوى مجنون من بدايته لنهايته. وقبل ما تابع العرض هذا، تعرفون بسبب مشاكل ستارز بلاي، أشوف الناس تقول هذا أسوأ عرض شهري في تاريخ الاتحاد. حبايبي أنتم ما شفتوا All Out 2020؟ شفيكم؟ لا والله استكشف تاريخ الاتحاد قبل ما تعطينا الجمل الكبيرة يا عزيزي. واللي شفناه هني يا شباب كان من أجمل مباريات السنة، في مباراة رباعية تخيلوا بس، خصوصا سامي بيذبح نفسه أكثر من داربي. ويمكن لأن عرفوا ما بيكونون في المين إيفنت قالوا غصب بنراويهم الشغل الصح، نحن المفروض نكون في المين إيفنت. حتى سبوت لكل نجم يعمل حركة استاذة. نعم وآخرهم كان MJF مع الكروس رودز مثل الكابوس الأمريكي يا شباب. MJF يقول سامي أنت بتكون أب، يلا نام وفكر بالبيبي وخذ فلوسي يا أخي. وسامي وافق، بس أول ما ثبت جلب التثبيت عليه وما نفع الموضوع لأن الكل يعمل سبمشن على الثاني. حتى كنيديان دستروير من كل نجم وسبانيش فلاي من فوق الجبال على كل الشباب. تشوف البلوند بومشيل، حركة كريس كانديدو من ماكس، والنهاية جنجل بوي مع اللقب يفكر بالموضوع بس ما استعمله يا شباب. شفتوا؟ لأنه حنون وطيب، بس الطيبين ما يفوزون بشيء. تشوف الكوفن دروب في اللحظة الأخيرة، ماكس حط اللقب على جنجل بوي وفاز المباراة بسايد هيدلوك تيك أوفر نفس الطريقة اللي فاز عليه داربي سابقا. مباراة جميلة جدا يا شباب، استمتعت لدرجة أنا ما بغيت أكتب ولا أخذ صور وتابع كمشجع. شكرا للكل، لأن باقي لنا أناركي إن ذي أرينا، ذا إليت ضد البلاك بول كومبات كلوب. تشوف الفرقة يغنون أغنية موكس والفوضى في كل مكان. راحوا عند الجمهور، براين ياكل زبالة، وأول واحد ينزف في المباراة هذه ما كان جون موكسلي، لا كان الحكم في المباراة
غريبة. سمعت موك زعل بعد. في الحلبة تشوف بوكوسات والفرقة بعدهم يغنون. صراحة الجو كان جميل. تفاعل الجماهير يا شباب هذا أهم شيء في عالم المصارعة. لا تقول لي والله المستوى اللي نشوفه في الحلبة يا عمي، قدموا أفضل مباراة في التاريخ، بس الجمهور لو ما كان متفاعل صدقوني ما بيكون مهم. هني البوكس ملو وعطوا السوبر كيك للموسيقار، خربوا الجو يا أخي، كنا مستانسين. تشوف موكس ينزف زين، يعني الأمور طيبة، ودون كالس قاعد عند المعلقين. وفكرة المباراة قبل ما تبدأ يا شباب، دائما أقول ما بتنجح لا الفكرة غريبة ما أدري إيش، بس أول ما يدق الجرس صراحة متعة بلا حدود. دمار شامل بين المنافسين، حتى هانجمان بيج شات كيني أوميجا بالغلط. لا ما نبغي مشاكل بينكم أرجوك، ما صدقنا رجعتوا مع بعض. والسوبلكس على البار باير يا عمي، ما تعرف تركز وين. تشوف الجاينت سوينج ونفس الوقت موكس يدخل شوتشع في راس أوميجا. اللي نشوفه هني يا شباب رسالة حب لأيام إي سي دبليو، اللي ما يعجبني الستايل هذا أكون صريح معاكم. ستايل الهارد كور والضرب والدم أبدا ما يعجبني، بس إذا في مصارعة وقصة نقدر نتفهمها شوي. تشوف البايل درايفر في دبة سيارة جديدة هذه صراحة. وبعدين سبوت مجنون سوبر كيك انفجاري خذ راس جون موكس للمسكين، وكلاوديو شات جوتي في التسعين ودخل ريلا في الثم تاكس، خذوا شوية منه ودخلوه في حلجة عطوه ابر كات. هذا كيف يروح الحمام بعدين؟ صراحة بيعاني يعني ما أدري كيف ينزل. المهم دون كالس حاول يعطي المفك ليوتا بس ما نفع الموضوع. والأخير تشوف تاكشتا يخون كيني أوميجا، ويوتا يستعمل المفك وتثبيت سيت بيلت يفوز فريق البلاك بول كومبات كلوب. تخيلوا يوتا يثبت كيني أوميجا، شفتوا يا شباب؟ لهذا السبب خلوا المين إيفنت لأنه في خيانة والقصة مستمرة بينهم. بصراحة استمتعت في كل لحظة من المباراة هذه، ولكن حبيت مباراة 2022 أكثر أكون صريح معاكم. مو معناته المباراة هذه كانت تعبانة، ولكن المستوى كان أفضل. والبيبر فيو ككل شقول أقل مستوى أكون صريح معاكم. وفي شيء يا شباب، لو غيروا مكان مباراة كريس جيريكو كانت بتحلي العرض وبتغير أمور كثيرة. مباراة جيد كارجيل، مباراة ألقاب الثلاثي كان أفضل بكثير. حسيت مباراة كريس وآدم كول نقطة ضعف العرض هذا. عرض جيد، آخر مبارتين من عالم آخر. حبيت مباراة جيد وتايا فالكري كثير بسبب الجمهور، والباتل رويال ممتع. والآن ننتظر داينومايت ونشوف من ينافس ماكس على لقب العالمي، خصوصا لأنه بيكون من نيو جابان. فمؤتمر الصحفي قال ما يبغي يشارك في العرض، ايه عدل. اتمنى منورو سوزوكي يلعب ضده ويلعن خيره في المباراة، او كازوتشيكا اوكادا. وفي اول ان ناس ما قلت سابقا ويل اوسبري لازم ينافسه، وصدقوني بيكون سولد اوت تماما. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر. لايك وسبسكرايب لا تنسون. دائما ابدا بينكم 1